السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الجزء الرابع والأخير من المحاضرة الثانية اللي هو Network of Network. شرحنا بالجزء الثالث اللي قبل هذا أنه الـ Access Network هي جميع الـ الشبكات، أجهزة تكون مجموعة من الأجهزة متصلة سوية أو الهوست مع بعضها. هسه ده شوية نرجع لها نراجعها. هي مجموعة من الأجهزة المربوطة مع بعضها، طبعا أما تكون ببيت أو تكون بمؤسسة أو تكون بجامعة أو تكون موبايل يعني متحركة. هذه الشبكات راح تربط فيما بينها عن طريق الراوتر، الأيج راوتر اللي هو يربطها بعدين بالإنترنت عن طريق، هسه راح نشرح شلون راح يربط كل هذه الأكسس نتورك شلون راح توصل الإنترنت. زين، اخذنا طبعا قسم من عدها، شرحنا الهوم نتورك وشرحنا الايثرنت اللي ممكن هسه منتشره بالمؤسسات، والوايرلس اللي هي اغلبها هسه موجوده ببيوتنا او منتشره اغلى اكثر من الوايرد. الفيزيكال ميديا ايضا اخذناها، وبعض انواع اللي هي اللي تربط طبعا بين السورس والديستنيشن. هذا طبعا اللي نشرحه كله هو الهاردوير اللي للشبكات. زين، هسه وصلنا إلى Network of Network. احنا قلنا هسه الان سيستم اللي هي الاكسس نتورك، كل الشبكات اللي تتوصلني للانترنت طبعا هذه تربط. شلون تربط بالانترنت؟ تربط عن طريق الاكسس اي اس بي اللي هي مزود الخدمة، انترنت سيرفيس بروفايدر. احنا طبعا هنا الشركات المزوده بالخدمه بالعراق مثلا الايرث لينك، الاسيا سيل الى اخره، ممكن تكون هذه داخل البيت، ممكن تكون بشركه، ممكن تكون بجامعه. يعني احنا هسه احنا البيت مين ساحبي، الشركه مين ساحبه، الجامعه مين ساحبه الى اخره. هسه هذه الاكسس نتورك طبعا كلها راح تكون كل بيت، بكل جامعه، بكل شركه اكو نتورك، اكسس نتورك مرتبطه بمزود الخدمه. هذه كلها شلون تربط بالانترنت؟ طبعا عددها كلش ضخمه وراح لازم تكون متصله فيما بينها. بالنهايه اذا تتصل بالانترنت على مود انه الهوست بيناتها راح يصير ارسال واستلام بالباكت. هذا النتيجه راح تكون نتورك اوف نتورك، شبكه اللي تجمع كل الشبكات راح تكون كلش ضخمه. هذا التطور طبعا ادى الى انه فت سياسات وطنيه وبالاقتصاد. ليش؟ لانه صار اكو ربط بين مو فقط انه داخل القطر، لا، بين دوله ودوله وايضا كل انحاء العالم. هسه اذا نجي هذه كلها الصغيره باللون الازرق طبعا هي كلها عباره عن اكسس نتورك بغض النظر عن نوعها. هذه إذا نريد كلها لازم تربط بعضها حتى يصير إرسال واستلام. زين، لازم كلها تربط الـ ISP. هسه نشوف شلون راح يكون الربط. هناي صار ربط، أكو فد ربط نسميه المش. المش يعني طريقة المش اللي أنا ذكرتها سابقا، إنه كل طرف لازم يكون مربوط ويا جميع الاطراف. بس هذا الشيء اذا ربطناها مباشره طبعا عن طريق الاي اس بي مالتهم، هذا راح يكون شبكه كلش ضخمه ومعقده جدا وراح تكون كلش صعبه اذا احنا ربطنا. لان احنا مثلا نعرف هسه اذا اني ردت ارسل من، يعني خلينا نقول من مكاني الى خلينا نقول الى الجامعه او الى مكان اخر او من دوله الى دوله، لازم اني ارتبط بهذه الشبكات، يعني وحدة توصلني بالأخرى، فالعدد راح يكون كلش ضخم. لذلك يعني حتى أضمن الكونكتيفيتي اللي هو الاتصال بيناتهن، أول مرة الوصول الآني بينات الشبكات وبالتالي الوصول لشبكة الإنترنت حتى يكون أكو إرسال واستلام، فراح يكون هذا يتطلب فتح حلول. وجدوا حلول. أول حل، وحدة من الأساليب الحلول اللي وجدوها، إنه فد جلوبال اي اس بي، مزود خدمه عالمي راح يربطهن كلهن. زين، وهذا طبعا الطريقه الاسلوب الاول. هذا راح يكون مسؤول، طبعا هو مجموعه من الراوتر تشوفون الشكل،
مجموعة أيضا يعني مش، وده تربط البقية. زين، هذا راح يكون طبعا إذا نشوف بعدين. طبعا صارت منافسة وصارت أكثر من اي اس بي، مو فد واحد أكيد، لأن الأعداد كلش ضخمة. فمثلا هنا الاي والبي والسي، وراح يصير منافسة بيناتهم. بس طلعت ظهرت لنا مشكلة، انه هاي الاكسس نتورك، هاي الشبكات المرتبطة بالاي، شلون راح ترتبط بالشبكات المرتبطة بالبي؟ لان كل واحد اخذ له مجموعة. ايضا هذا نوجد له حل، انه صار ربط بيناتهم. شوفوا هسه سبير لينك، يعني كل اثنين ربطوا ببعضهم عن طريق شنو؟ عن طريق الاي اكس بي، اللي هو انترنت اكسشينج بوينت، اللي هو يربط الاي اس بيات البي اف فيما بينها. بما انه كثرة هواية، وكل مجموعة من الشبكات اخذها مزود خدمة، صارت شركات هواية. زين، ذني شلون راح يربطن فيما بينهن؟ احنا دريد بالنهاية كنا نوصل الانترنت، راح يجي يربطنا اللي هو الاي اكس بي، وكل زوج او كل مجموعة ربطت مع بعضها. زين، طبعا هذا راح يكون الـ هذا الـ هنا شو اسمه، راح يكون هو الاي اس بي، العفو، هو البروفايدر، هو المجهز، وهاي الاكسس نتورك هي الكوستمر اللي هي الزبون. يعني هو راح يجي ياخذ من عنده. وطبعا كثرة الاعداد وصارت منافسة بيناتهم. ايضا صار فتح حل على مود هاي الاعداد كثرت، انه اكو فد شيء اسمه ريجنال نت، اللي هو مع يعني خلينا نقول هاي المنطقة صارت هاي يعني منطقة، خلينا نقول شبكة بتخص هاي المنطقة فقط. زين، هسه راح نجي صارت ظهرت البروفايدر. طبعا صارت شركات بالاول صغيرة، بعدين اتطورت الى شركات ضخمة، ومن عندها نذكر شركة جوجل ومايكروسوفت إلى آخره. طبعا ذني المزود الخدمة هي تعتبر، بس وإلها خدمات وخاصة بها، وتجهز الأكسس نتورك، وبالتالي تجهز اليوزر. زين، إحنا راح ناخذ مثال على الجوجل مثلا. العفو، إذا نبقى هنا قبل ما ننتقل، طبعا هذا السلايد هنا راح يوضح لنا التسلسل. اول مره الاكسس نتورك ده تربط بالاي اس بيات، والاي اس بيات بما انه صارت هوايه وكثرت، خلينا نقول كل واحد ياخذ له منطقه، ياخذ له دوله، لازم تربط الاي اكس بي، ربطهن. بعدين بالتالي لازم اكو صارت فد ريجنال نت يسموها. وطبعا هاي وظيفتها هي تتاكد انه وجود اتصال وربط بكل الاكسس نتورك بالانترنت. لازم، لان ذني خلينا نقول اذا صار ذني محليات، او خلينا نقول كل هالشركة لها في الطاقة يعني استيعابية اخذت عدد، صار هذا اللي يربطهن فيما بينهن. وبالتالي لازم اكو فد متابعة، اكو فد شلون انه اتاكد كلهن ذني موصولات بالانترنت. فصارت فد ريجنال نت اللي هي هسه اني ذكرتها. زين، هسه صارت انه قلنا ظهرت طبعا كلها مجموعة من الشركات والخوادم. صارت هسه عندنا شركات ضخمة، بالبداية كانت صغيرة، تطورت الى الجوجل والمايكروسوفت والياهو الى اخره. اذا نجي ناخذ مثال على شركة الجوجل، الجوجل قلنا هي عبارة عن الها مجموعة من الخوادم، الها مختلف الاعمال والمهمات. طبعا وذكرنا بالسلايدات الاولى انه كل شركة الها فد داتا سنتر. شنو الداتا سنتر؟ هو فد مكان يكون بيه خزن كل المواقع، خلينا نقول كل البيانات وكل السيرفس اللي يقدمها. هسه اذا ان شاء الله اكو فد فيديو توضيحي، راح يعني اخلي الرابط، وايضا هنا راح نخليه من نهاية المحاضرة حتى تشوفوا اللي راح ناخذ مثال شركة الجوجل. اذا نيجي هنا على التسلسل للنتورك اوف نتورك، شلون يكون هاي الطبقه الاولى؟ هي عباره عن الاي اس بيات اللي هي مزوده الخدمه. طبعا هاي يسموها طبقه، واخذنا مثال شركه جوجل مزوده خدمه، ده تربط بالريجنال اي اس بي اللي هو بالمناطق، هذا يسموه، هذا اللي يضمن انه هذه الاكسس نتورك، كل هاي الشبكات اتصلت بالانترنت، وهذا الاي اكس بي طبعا هو اللي يربط بيناتهم.
إذن هو هنا يعني ذاكر التسلسل ليفلات، طبعا هذا الليفل الأول والليفل الثاني والليفل الثالث. هنا شركة جوجل راح يسموها كونتنت بروفايدر نتورك، اللي هي المجهزة طبعا، وهي تسمى برايفت نتورك. ليش برايفت؟ برايفت هي الجوجل ما ماخذة كل، يعني مو كل العالم، يعني خلينا نقول عن طريق الجوجل، لا هي خاصة ولها داتا سنتر خاص بها اللي هو يربطها بالانترنت. مو الجوجل اللي تربطنا بالانترنت، لا اللي هي الاي اس بي تبدا تربطنا، الاوريجينال اي اس بي هو اللي يربطنا بالانترنت. هذا انتهى الجزء الاخير من المحاضرة، وان شاء الله راح انزل الروابط مال الفيديوهات الاربعة حتى تجون تقرون المحاضرة كلها تلقوها. هسه راح نطلع ان شاء الله نشوف الفيديو الخاص بالجوجل هذا، طبعا الداتا سنتر. انا راح اشغل الفيديو طبعا بدون صوت. هاي الداتا سنتر، طبعا هذا الفيديو حديث بال2020 هسه بشهر السادس. هاي الداتا سنتر اللي خاصة بشركة الجوجل، طبعا اكيد الها باعوها كلها، هي مخازن ضخمة للبيانات وكل السيرفس اللي تقدمها، طبعا ولها سيكيورتي عالي اكيد، مو اي واحد يوصل لها. شوف هسه هذه، هاي طبعا هو اذا اللي يحب يشغل، انا راح اخلي اللينك الرابط، واللي يحب يدخله. طبعا الجوجل وحدة من الشركات، يعني اكو هواي شركات، مايكروسوفت. اذا تريدون تكتبون داتا سنتر اوف جوجل اوف مايكروسوفت، او طبعا اكو وحدة من ضمن التقارير هو شغل على الداتا سنتر بصورة عامة، بس كل شركة إلها داتا سنتر خاص بيها. إحنا هسه لأن الجوجل خدماتها يعني منتشرة بصورة واسعة، وإحنا دا نستخدمها هسه حاليا، دا تشوفون الخدمات دا نستخدمها حاليا، خاصة ورا ما صار الجي سيوت، صارت عندنا خدمات هواية اللي هي الكلاس والميتينج والميت العفو إلى آخره من الخدمات مال جوجل. الترجمة هذا كلها، هذه هذا الفيديو راح يكون موجود، اللي يحب يدخل يشوفه. لحد هنا خلصت المحاضرة، وأتمنى إن شاء الله تكون مفهومة.